عربي مرزوق. عربي أنت معي؟ معك مارينا، اسمعي جيدا. امتد تأثير أكيد الحرب على ألمانيا، الحرب الروسية الأوكرانية على ألمانيا واللاجئين تحديدا، خاصة مع نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى دول أوروبا مثل بولندا وإيطاليا وغيرها. الأعداد تحديدا وأيضا كيف يتم التعامل مع النازحين؟ مارينا، حسب الأمم المتحدة وصلت أعداد النازحين واللاجئين الأوكرانيين في العالم ربما أكثر من 6 ملايين حتى الآن، ولكن الذين وصلوا إلى ألمانيا من الجانب الأوكراني كلاجئين أوكرانيين تخطوا تقريبا 1 مليون أوكراني، تقريبا 1,024,000 أوكراني، ولكن التعداد الأكبر 2,500,000 تقريبا موجودين الآن على الأراضي البولندية. ولكن هنا في ألمانيا كما أشرت 1,024,000، 70% من كل هذه الأعداد هم سيدات و30% فقط من الرجال، ومن كل ذلك هناك 35% أطفال دون سن 18 عاما موجودين الآن على الأراضي الألمانية. الحقيقة هم هنا في العاصمة الألمانية برلين على سبيل المثال ما تم تسجيله 100,000 أوكراني في العاصمة الألمانية برلين بعد أن كانوا 350,000 تقريبا، ولكن تم توزيعهم على باقي الولايات الألمانية. وأكبر ولاية تحمل عددا من اللاجئين الأوكرانيين هي ولاية شمال الراين بالطبع، يعني تخطط أكثر من 250,000، وبعدها ولاية بايرن عاصمتها ميونخ وصلت أيضا ل 150,000 أوكراني موجودون هناك. الحقيقة يعني كل الناس دي حصلت بالفعل على إقامة هنا في ألمانيا وأصبح لديها أيضا حق العمل، ولكن الأزمة التي تقابل أي مهاجر بالطبع وأي لاجئ في البداية هي أزمة اللغة. معظمهم الآن يتلقى دورات في اللغة الألمانية استعدادا للاندماج في سوق العمل إذا أرادوا ذلك، وهناك بالفعل من يعمل في بعض الأعمال اليدوية التي لا تحتاج أيضا إلى لغة، يمكنهم العمل حسب تصريح العمل. الحكومة الألمانية وفرت لهم يعني كل شيء، لأن القانون اللي بينطبق هنا على المواطنين الألمان وكل المهاجرين اللي عايشين هنا وبينطبق أيضا على اللاجئين بعد حصولهم على الإقامة وحق اللجوء وتصريح العمل، كل القانون بينطبق عليهم مثلهم مثل الألمان. الفرق الوحيد أن الألمان لديه حق الانتخاب، ولكن المواطن الأوكراني أو أي مهاجر هنا يستطيع العمل فقط وتمتعه بكل المزايا. أيضا كانت هناك أزمة تحديدا لدى الطلاب الأوكرانيين، عندما هناك في شهر يناير الماضي قبل أسابيع قليلة من الإعانات العسكرية الأوكرانية كان هناك عددا من الطلاب الأوكرانيين ما زالوا موجودين في أوكرانيا ولكنهم حصلوا على تأشيرة عمل بالفعل ويحتاجون إلى السفر هنا ألمانيا وتقطعوا بهم السبل. الآن عدد من الأحزاب الألمانية قام بمنح عدد كبير جدا من اللاجئين الأوكرانيين الطلاب منح للدراسة هنا في ألمانيا بقيمة 700 و800 يورو وما إلى ذلك. الآن أوضاعهم إلى حد ما مستقرة، ولكن الأزمة الحقيقية الآن التي عرفتها من المكتب الاتحادي للهجرة أن الأوكرانيين الموجودين هنا في ألمانيا لديهم خوف على ذويهم وأهليهم الموجودين على الأراضي الأوكرانية، لأن 50% من الأراضي الأوكرانية لا يوجد لديها كهرباء ولا يوجد لديها طاقة للتدفئة. وأنا كنت موجود العام الماضي على الأراضي الأوكرانية وزرت مدينتين في عام 21 في الشتاء الماضي، الشتاء الأوكراني بارد جدا، لذلك هناك من يفكر الآن الموجودين هنا في ألمانيا أو بولندا باستقدام أهليهم حتى يمكثون معهم فصل الشتاء هنا في ألمانيا أو بولندا أو فرنسا أو باقي الدول الأوروبية. أعلنت ألمانيا أيضا امتلاء خزانات الغاز لديها وافتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. هل هذه الإجراءات ربما كافية، تصبح كافية لمواجهة أزمة الطاقة في ألمانيا ومواجهة فصل شتاء قارس؟ بالتأكيد مارينا، يعني أنا أقف الآن في درجة حرارة ربما تصل إلى 2، وهذا الأسبوع الأرصاد الجوية هنا في ألمانيا أعلنت أن بداية من الغد ستهبط درجة الحرارة ربما تحت الصفر. التخوف الكبير على الرغم من أن نسبة تخزين الغاز هنا في ألمانيا وصلت إلى 100% ومتوقعين أن تتخطى 100%، لأن هناك بعض الخزانات من الممكن تستوعب حتى 103% هنا في ألمانيا، ولكن التخوف أن تهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، 10 تحت الصفر، 15 تحت الصفر، وبالتالي سوف يتم استهلاك كميات كبيرة من الغاز الألماني الذي سيكفي ربما إلى أسبوعين أو 3 أسابيع. ولكن الخبر الجيد كما أشرت حتى الآن هو أن أول محطة ثابتة للغاز المسال انتهت الآن في محطة فيلمسهافن في شمال ألمانيا، وبداية حسب الحكومة الألمانية بداية من منتصف ديسمبر المقبل ستستطيع هذه المحطة استقبال أول سفينة من الغاز المسال ستأتي من مختلف دول العالم. الحكومة الألمانية بالفعل أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، ومن المفترض خلال الفترة القادمة أن تأتي كميات كبيرة. محطة فيلمسهافن تحديدا التي انتهت من المفترض أن تستقبل 10 مليارات متر مكعب في البداية، ثم ترتفع إلى ربما 250 مليار متر مكعب مستقبلا، وده طبعا رقم كبير جدا يعني يغطي أكثر من 20% احتياجات ألمانيا.